طبعا دلوقتي احنا هنشرح في الفيديو ده ازاي نقدر ان احنا ناخد البونص بتاع مكافأة بتاع مكافأة الرتب بتاع اول رتبة اللي هو 100 دولار. طبعا بنفتح اول حاجة الموقع بتاع عملة ال NPO، طبعا عشان نشتري 100 عملة قصادها 100 دولار، تمام. طبعا الرابط او الموقع ده بتاع عملة ال NPO هسيب لكم في صندوق الوصف. الرابط ده احنا اول ما ندخل عليه بنسجل الايميل والباسورد اللي احنا بندخل عليه عادي على الاي اي ماركتنج والاي ان بي او والاي ان بي، تمام. وبنحط الشفره، بيجيب لك كده كلمه انجليزي بيقول لك تكتبها وبتعمل تسجيل دخول. بعد كده يا شباب بنيجي هنا، طبعا بتحاول انك تخلي التليفون بالعرض او بتدوس على 3 نقط فوق وتخلوهم ايه الموقع الالكتروني عن طريق ليه اكنك فتح عن طريق الكمبيوتر، تمام. بعد كده بنيجي ندوس على انظمه السداد، هنا بنختار مثلا البيرفكت ماني او البير. بعد كده هنا نختار العمله اللي هي ان بي او، ونيجي هنا نكتب مثلا الكميه اللي احنا عاوزينها، يعني مثلا عاوز 100. بعد كده اجي ادوس على متصل واعمل وادوس على كلمه ايه اعاده ضبط. لازم زي ما انتوا شايفين اول شخص ده طبعا لازم يكون متوفر اللي هو اللون الاخضر، لما يكون كده لونه اخضر يبقى كده ايه الشخص ده متوفر وفاتح دلوقتي. بنيجي ندوس على كلمة يشتري، تيجي تفتح معانا القايمة دي يا شباب. بنيجي نختار هنا البير تحت ايه، احنا ندفع عن طريق ايه عن طريق البير. بنيجي بقى نكتب هنا المبلغ اللي احنا عاوزين نعمله اللي هو هنا اهو، نكتب المبلغ. طب احنا بنعمل بقى حسبة عندنا ان مثلا العدد اللي احنا هنطلبه هيساوي كام ايه بالدولار. طبعا انا هدفع 10 دولار، يعني هيساوي كام 125 عملة. طبعا العملة الواحدة اقل من 8 سنت، تمام. بعد كده نتأكد من البيانات اللي احنا كاتبينها، بنيجي ندوس على كلمة يشتري، تمام. بعد ما دوسنا على كلمة يشتري بيظهر لنا معانا الصفحة دي. بناخد بقى يا شباب العلامة اللي هو ايه رمز المحفظة بتاع البيير بتاع الشخص اللي احنا هنبعت له الفلوس علشان هو يحول لنا العدد اللي احنا طلبناه. ندخل على البيير، تمام. بعد ما ندخل بقى الايميل بتاعنا والباسورد، بنيجي عند شايفين علامة السهم دي اللي هي تحت علامة الزائد، بندوس عليها. بعد كده نيجي هنا نحط الرابط المحفظة اللي احنا اخدناه، ونحط هنا المبلغ اللي احنا هنبعته اللي هو 10 دولار. تمام. بعد كده ندوس ارسال. بعد كده شباب بنيجي هنا عند رسمة الساعة، رسمة الساعة اللي هي اخر حاجة دي. بنيجي عند اخر عملية اللي هي العملية اللي احنا حولنا فيها ال10 دولار، شايفين الرقم ده الرقم اللي هو تحت الاي دي، بندوس عليه يا شباب دوس كده بيفتح معانا صفحة صغيرة. الصفحة دي اهي اللي انتوا شايفينها دي، الصفحة دي احنا بنروح ايه اخدينها سكرين، تمام. بعد كده نرجع للموقع بتاع عملة ال NBO. طبعا انت لازم نخلص العملية دي كلها يا شباب في أقل من نص ساعة. بعد كده نيجي يا شباب ندوس اهو، نختار ندوس على كلمة اختار ملف، بنحط بقى فيه الصورة اللي احنا أخدناها سكرين من البيير اللي احنا العملية عملناها، تمام. نستنى بقى عقبال الصورة ما تنضاف معانا، او ممكن ندوس على كلمة اضف الصورة دي ونضيف الصورة، تمام. سواء هتدوس على اختيار ملف او هتدوس على اضف صورة، المهم انك تدوس على واحدة من الاثنين وتضيف السكرين اللي احنا اخدناه. نستنى شوية لحد ما الصورة تنزل معانا، وبعد كده ندوس على كلمة لقد دفعت، تمام. يا شباب زي ما انتم شايفين اهي الصورة انطفت معانا، تمام اهي. بعد كده بندوس على كلمة لقد دفعت،
هنا بيجيب لك رسالة تانية بيقول لك انت هتأكد العملية ولا لأ، بندوس على yes I agree. وهنا بيقول لك ان العملية نجحت، تمت بنجاح، ويرجى مننا ان احنا نستنى لحد ما يتم ارسال الكمية اللي احنا طلبناها من عملة ال NBO على الموقع بتاعنا. تمام، احنا بقى بنيجي يا شباب بناخد لقطة شاشة كده برضو للبيانات دي كده، علشان برضو لو حصلت اي مشكلة نقدر ان احنا ايه نرجع حقنا في اي وقت. تمام، احنا بقى ايه المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نستنى الموقع لحد ما العملة تظهر معانا فوق. طبعا زي ما انتم شايفين احنا معانا فوق في الموقع عموما 51 عملة، واحنا طالبين كام؟ انا طالب معاكم 50 عملة عشان نكمل المية ونقدر ان احنا نجيب عرض الشركة او عرض البونص اللي هو الـ100 دولار. تمام تمام يا شباب، بعد ما طلبنا ال 50 ان بي او جات لنا اهي زي ما انتم شايفين. انا كان معايا زي ما وريتكم في اول الفيديو كان معايا 51، اتضاف عليها 50 بقوا 101 عملة ان بي او. تمام، بعد كده بنوصل عند البونص عشان نجيب، بنوصل عند كلمة شركاء. تمام، احنا بس كل اللي علينا لما نيجي نجيلنا البونص بيجي لنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، نيجي ندوس على كلمة احصل على مكافأة الـ100 دولار. بعد كده بندوس التحويل الى ميزانية الاعلان. طبعا هو بيحول لك الـ100 دولار على رصيد الاعلانات في الاي ار ماركتنج. طبعا ندوس على التحويل بيبدأ ان هو يحول لنا فعلا المبلغ. تمام، هنحنا راجعين، انا معايا كام يا شباب؟ معايا 23 في رصيد الاعلانات. هنا نحدث الصفحة زي ما شايفين يا شباب انضاف معانا فوق ايه الميت بونص، بقى معايا 123 دولار في رصيد الاعلانات. ولو جينا دلوقتي هنلاقي فعلا ان الميت عملة ال NBO اتخصموا معانا زي ما انتم شايفين، بقى معانا عملة واحدة كده. معناه ان احنا قدرنا ان احنا نستفيد او قدرنا ان احنا نبدل الميت عملة ال NBO بالميت دولار اللي احنا اخدناها زي ما انتم شايفين على حسابنا في الـ AI Marketing. كان معانا الأول 23 دولار بقوا 123 دولار. وزي ما انتم عارفين احنا بنستلم طبعا من يومين لحد 5 أيام لحد ما الروبوت يبدأ ان هو يسحب معانا المبلغ ويبدأ ان هو يشتغل بيه. طبعا الفيديو ده طول معانا وحبيت ان اعملها لكم على التليفون عشان تكون اوضح بالنسبه لنا، وعشان نقدر او عشان تقدروا تعرفوا ازاي احنا نقدر نشتري عمله ان بي او وازاي نقدر نستفيد بالبونص الخاص بالشركه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا بلايك واشتراك، والسلام عليكم.